كده معاك الموسم الخامس، المجموعة الأولى واتحسمت. جامعة اسكندرية في صدارة المجموعة، وجامعة أسيوط في المركز الثاني. ماتش النهاردة جامعة أسيوط 150، جامعة عين شمس 70. جامعة عين شمس شدوا حيلكوا شوية في الفقرة الأخيرة. يا سلام لو تخطفوا التلات نقط من جامعة أسيوط تبقى حاجة جميلة قوي. يا رب. أيوة أنا بشجعهم. تمام ماشي. وأنتوا كمان هتشجعوهم. احنا بنشجعهم. أنتوا تأهلتوا خلاص. بالظبط. ودلوقتي مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ. وقام محمد، اتفضلي يا وقام. جامعة أسيوط، وهنشوف موضوع السؤال ايه. لفه كامله يا وقام. سؤال الرياضه بتاع كل حلقه، 30 نقطه ولا 20 نقطه؟ رياضه. والسؤال هو، من هو اللاعب الوحيد الذي مثل ثلاثة منتخبات مختلفة في كأس العالم لكرة القدم حتى عام 2022؟ جان ستانكوفيتش، يوغوسلافيا، صربيا، مونتينيجرو، صربيا. ماشي مع التفكك يعني، بنذاكر، بيذاكر تاريخ. حاجة مبهرة الحقيقة. السؤال ما كانش سهل بصراحة. إجابة صحيحة، برافو عليك يا بدري. كده جامعة أسيوط حسمت الثلاث نقاط، انتهت المباراة ثلاث نقاط لجامعة أسيوط. السؤال الثاني، أروى، اتفضلي يا أروى. كودرات زيني، تمام. سؤال ب 20 نقطة ولا 30 نقطة؟ قدرات ذهنية. والسؤال هو، حل مسألة الآتية، 360 على 5 في 3 ناقص 140 يساوي كام؟ 360 على 5 في 3 ناقص 140 يساوي كام؟ يوسف محسن، إجابتك؟ 1720. إجابة خاطئة. مين اللي هيجاوب؟ كلاوديا. 76. إجابة صحيحة. أخيرا. سهل كان سهل يا جامعة عين شمس، هارد لك كلاوديا، برافو عليكي. 30 نقطة. 210 جامعة أسيوط، 70 جامعة عين شمس. ودلوقتي السؤال الثاني لجامعة أسيوط، مروة العريني، اتفضلي يا مروة. مروة، وهنشوف موضوع السؤال ايه. رياضة. طيب، سؤال بعشرين نقطة وسؤال في الرياضة. رياضة. والسؤال هو، ما هو النادي الأكثر استقبالاً للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز حتى موسم 2021-2022؟ ماشي، ممكن يبقى مين يا عبد الرحمن؟ ما أنا هقول تخمينه، هو أفكر في إيفرتون، لعب كل المواسم، ما نادي ما بيغيبش، فنادي دفاعه مش أحسن حاجة. الفريق ده استقبل 1481 هدف، وأحرز 1491 هدف، وأفرتون ربما يعني لا أعلم. إجابة صحيحة. في 1152 مباراة. بدري 230، برافو عليك. جامعة أسيوط 230، جامعة عين شمس 70. هادي السؤال
الرابع والأخير لجامعة عين شمس. رياضة، ولكن خلي بالكم السؤال اللي مش هيتجاوب هنا هيتجاوب هنا. هتجيبه يا يوسف، هتجيبه إن شاء الله. ربنا معاك. هتجيبه إن شاء الله يوسف. سؤال في الرياضة بـ20، آخر سؤال في الحلقة رياضة، والسؤال هو ما هو أول ناد حصل على كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم خارج حدود القارة؟ عشر ثواني على ملعب ثاني بن قاسم في العاصمة القطرية الدوحة. يوسف إجابتك. الرجاء. الرجاء. الرجاء المغربي. موافق يا بدري؟ منطقية جدا، كسبوا الترجي 2-1، كان بدري بنون، كان وكان كمان المدرب باتريس كارتلون. يوسف محسن إجابة صحيحة. الرجاء المغربي فعلا. برافو عليك يا يوسف، 20 نقطة. ما كانش عايز يخمن. كويس، معلش هو كان قلقان. بصي بقى، المباراة لما بتتحسم الواحد بيبقى مش عايز يغلط، دي مفهومة جدا، فما تقدريش تلومين. ولكن 20 نقطة مهمين لجامعة عين شمس، 90 جامعة عين شمس، 230 جامعة أسيوط. أفضل لاعب في ماتش النهاردة البدري. جبت كام نقطة يا بدري؟ 110. 110 نقطة، برافو عليك. بالرغم من ان جامعة أسيوط في المركز الثاني، ولكن جامعة أسيوط اعلى سكور في المجموعة الاولى 520. 520 نقطة. جامعة اسكندرية 490 نقطة. طبعا في الصدارة جامعة اسكندرية بالعلامة الكاملة 9 نقاط، وجامعة أسيوط في المركز الثاني بـ6 نقاط. جامعة عين شمس وجامعة السويس ودعتوا البطولة. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقة النهاردة 320 نقطة، وكل نقطة بـ2000 جنيه بما يساوي 640,000 جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 10,990,000 جنيه من البنك الأهلي لتطوير القرى المصرية. جامعة عين شمس هتوحشونا، وبإذن الله أشوفكم في الموسم الجديد. جامعة أسيوط إلى دور الثمانية. ألف مبروك لجامعة أسيوط، وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة.